مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد، عدد من برنامج الحديث قياس. اذا مشاهدينا، موضوع النية هو موضوعنا لعدد اليوم. اذا النية دائما تكون موجودة في الانسان الحساس، يعني الانسان اللي في قلبه النية بدل من الحيلة، دائما يكون يشعر بألام وأحزان غيره، لكن للأسف في الأخير يتعرض لطعنات من أكثر الناس القراب ليه. شريحة من المجتمع للأسف تشوف أن الإنسان النية هو إنسان سهل لا يفقه شيء من الحياة، وبالعكس تماما هو فقط سحابة بيضاء تمطر طيبة ومحبة. إذا مشاهدينا خلوكم مع آراء الجزائريين ثم نعود. نحكي ونفرجع نسيكم الهموم نبغيكم لاباس. لكن راك داير الحاج قويدر. يعني نحمد الله ونشكره. اخويا نقول لك مرحبا بك معنا في حصه الحديث قياس. الله يسلمك. يلا سي قويدر، احنا قبل ما نبداو في موضوعنا ماذا بينا نتعرفوا عليك اسيدي؟ انا السيد بلعجري قويدر، رئيس جمعيه الفولكلوريه الشعبي ولاد بالق سعدنيه. الله يبارك يا خويا، احنا من خلالك نحييو كاع ناس سعدنيه. يلا راني نشوف بلي الفرقه راها حاضره، واش تحكي لنا شويه على الفرقه؟ واش نحكي لك الفرقه هذه التراث نتاع العلاوي من تراث الجدود، احنا من جدودنا كانوا يلعبوا هذا العلاوي، وحنا واحد الاعضاء كانوا معايا هما اللي اسسوا هذه الجمعيه منذ 1989. كيراك داير اخويا؟ والله لا غايه الحمد لله. راك مليح؟ غايه الحمد لله في هذه الساعه. يلا موضوعنا اليوم هو النيه. لو كان نقول لك النيه واش تقول لي؟ النية واش نقول لك؟ النية حاجة مليحة، يقول لك مول النية يربح ومول الحيلة ما يربحش، هذه هي النية. نورمالمون النية كانت بكري، دروك راها الحيلة، بصح كاين ناس دروك مازال كاين منوين، زعما تقدر تتعامل معاه في أي حاجة يقضيها لك، مازال كاين النية. الخير ما ينقطعش، الخير مع النية ديجا. أباك جينيرالمون الناس بكري تسمحهم يقولوا النية، هذاك نية، النية حبيبة النبي، مول النية يربح. في رأيك أنت واش يقصدوا من خلال هذه الكلمة، هذا المصطلح تاع النية؟ هو هو النية هي يقول حبيبة رسول الله، الإنسان اللي ما عندهش نية ماهوش يكون ناقص، النية هي الصح. النية واش نقول لك؟ النية حاجة مليحة، يقول لك مول النية يربح ومول الحيلة ما يربحش، هذه هي. كاش كاين النية؟ يلا وراك تشوف باللي في المجتمع تاعنا كاين النية شوية. كاين النية، كاين نية، وكاين شحال من واحد اللي كما قال لك مسكين كركروه، كاين اللي بالنية دار النية في اقرب الناس ليه وخدعاه. يلا انت يا فيك النية؟ بياسير كاين النية. كان يجي واحد ما تعرفش يقول لك سلف لي زوج ملايين ما نقدش. علاش؟ خاطر ما نعرفهاش. ما يسقسيك. تفضل. انت نية ولا مشي نية؟ ما نعرف ربيع اللي مسح تعرف. لا نية ولا مشي نية. يلا كيش نعرفوا هذا الانسان باللي نية؟ زعما بنادم تشوفه نقولوا بلي هذا فيه النيه. النيه يكون عندها اشارات، يكون عنده. وش هما هاد الاشارات؟ الاشارات يكون كما نقولوا يحشم الاصل تاعه، ما يديش واحد الصوالح اللي كما نقولوا حنا مولا دين مولا ايمان، هذا هو مول النيه. النيه دوك البلاد هذه خصك تمشى بالنيه، ما تمشيش بالحيله، تمشى بالحيله ما تقضيش صوالحك. هذه هي النيه، انسان لازم يكون نيه في هذه الدنيا هذه. انا يا غير كنت نسمع جداتي تهضر بزاف على النيه، بصح في هذا الوقت ما راهش كاين كاع الانسان اللي فيه النيه، زعما الانسان اللي نيه يحقروه ومانيش عارفه علاش. هاد الجيل ما كاش بزاف اللي نيه، زعما ما بقاتش النيه، غير قليل اللي تلقاه نيه. خويا باغي نسقسيك، تقرا في الجامعة انت لا؟ واه نقرا في الجامعة نيشان. باينة باينة كي شتك تقرا، علاش ما تريفيزيش في الجامعة؟ اخويا كيف نقول لك انا نية ويحقروني وهادي، كنت نجي الريح في الغابة هنايا نتخلوها بيني بين راسي ونريفيزي بوحدي حتى واحد ما يديرونجيني. دي مليح مليح خويا، قاع ما تخممش على بالك راني هنا، اللي يخرف فيك راني هنا، واحد ما يحكيش معاك هنا، هذا السكتور تاعي. باغي نسقسيك، ما عندكش معرفه في لي جوندارم ولا لا؟ لا
في لابوليس لا لا ما عندكش ولد خالتك سوبريفي ولا ما نعرف حتى واحد لا والو والو يعني مشبهك هكا في الدولة ما تعرف حتى واحد في الدولة لا 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 بوليس كومينال ولا والو والو ما تعرف والو والو طريبيا أودي أنا أخويا أنا غير إنسان بالليل ونية ما نعرف حتى واحد راه يقولكم ما يعرف حتى واحد جبت البورطال جبت البورطال قال لك جبت البورطال جبت البورطال اخويا مشيت قلت لي انا اخوك اللي حقرك راني هنا حقرك راني هنا على راني اخوك ولا عمك جبت البورطال جبت البورطال قبل ما نقلعوا نضربوا جبت البورطال راني نقول لك اخوتي انا اخوكم وغنيه النيه كانت بكري يا كيراك عبد الرحمن نحمد ربي ونشكره راك مليح الحمد ربي ونشكره يا خويا نقول لك مرحبا بك معنا في حصه الحديد قياس اللي راه تبوت في السي بي سي بناء على السته صحيت سي زفر يلا موضوعنا اليوم النيه النيه واش النيه كل اللي عنده النيه وكل اللي ما عندهش النيه شكون هو الانسان اللي عنده النيه اللي يكون مؤمن ويحشم تمشي تطلب على حاجه يحشم منك زازايرانجي هذا هو النيه لا بصح حنا عندنا في المجتمع واحد المصطلح الانسان كي يكون يكون عاقل ولا ما يكونش حيلي يقولوا هذا نيه بصح الناس قاعده تعرف صوالح هذاك يحيى الناس قاعده تعرف صوالحها بصح كاين اللي يحيى الحيا هو اللي رضاك نيه صح بيناتنا السي عبد الرحمن انت يا نيه ولا مشي نيه لا مشي نيه مشي نيه كيش عرفت روحك باللي انت مشي نيه ما نبغيش واحد يشمتني نهضر على صوالحي كل شيء هذا كيفاش باش واحد يقول لي حاجه خصنا نهضرها ما كانش صح ناس بكري يقولوا مول النيه يربح بصح في المجتمع في الوقت اللي رانا عايشينه مسكين الانسان اللي نيه هو اللي راه متطفره فيه علاش يشمتوه كي شفتوه يقولوا نيه يا انا مول النيه يا ام مول النيه يا انا مول النيه ربح لا غش عش بارك الله فيك يا خويا الفرقه تاعك كنت نهضر معاهم قالوا لي باللي انت نيه واه انت يا نيه نيه عرفت واحد 500 ما عنديش نعطيك اي بسم الله اجبدهم راه شكون هو النيه حمو النيه يقولوا بلي نيه بلي كريم مولا خير وفي سعي غضب قول لي لو كان يجي واحد ما تعرفهش ويقول لك سلف لي 500 الف تسلف له الناس الاولى يقول لك صوالح هذو التجارب تكون مجربه وتكون شفيت معاه في الصوالح تكون تعرفه تقطعه تمد له ما تعرفهاش ما تمدلهش علاش خطر عليه يكون مولا حيله والنيه والحيله ما يتفهموش يلا موضوعنا اليوم في حصه الحديد قياس النيه لو كان نقول لك النيه واش تقول لي النيه خويا اش بغي نقول لك النيه دوك ليا النيه ثانيه وهو الاخر حيلي ما يتفهموش الاخر مسكين على نيته يتمشى كي قال لك ما شاء الله والاخر تمشى معاه بالحيله يلا هو اليوم في 2018 تشوف باللي كاين النيه هاد الناس فيهم النيه النيه نقصت بزاف علاش تراجعت بزاف كاع في رايك انت علاش تراجعت تراجعت لخاطر الاجيال ثاني تبدلت تتعذب حر تسنعونك يا قلبي سبوم
تدمر خليني نهجر تفكر اللي مشات ونساتني راني مدمر خلوني نهاجي العمر كي نتفكر اللي مشات ونساتني قطعت البحر سنعاونك يا قلبي صبور قطعت البحر لا بريالتي بسم الله الرحمن الرحيم ولدي سجن بالي ولا ضربه جن نتفكر اللي مشات ونساتني بالي هذا اللي يقراه رقيه هذا انا ندوه نرقوها سيدي قطعت البحر لا بريالتي مريح في الطريطوار ويغني هذي كي صار إلى هذا؟ يا وليد هاي يا وليد يا هاو مالك؟ إلا مال قلبي البيضة في التليفون البيضة موالو ساري بومبا البيضة في التليفون ومالك تغني غير روحك؟ يا ودي يا عمي بونغالا خلاذا ربك مشات وخلاتني أقلع قلبي أشكون هي هذه اللي مشات؟ يا ودي أقلي أبك راني دزها في قلبي وتقعد في قلبي أقلي قلبي يا ودي هدر قول شكون؟ ولو قاع ما نخبرش عليها أخلا ذا ربك غليها متسوسة قلبي في قلبي أقلي قلبي إذا كانش وحدان خطبو هالك لا ياها شكون هي تورية هذي و؟ لا أما هوارية؟ لا شاهيناز؟ لا هو شكون هذي؟ على بالك شكون هي؟ النية أقلي عباك النية راني مدمرة خلوني نهجي رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. النية هي موضوعنا والإنسان طبعاً لازم عليه تكون النية في قلبه لأنه بالنية الطيبة والبسمة الحلوة الله سبحانه وتعالى رح يقينا شر الغضب وأيضاً بالنية الصافية دائماً رح تكشف على الحقد ورح تقضي على الكراهية والحقد والحيلة. إذن مشاهدينا خليكم مع بقية البرنامج ثم نعود. يجبد واش دمد واش عندك فرص لحديت قياس. السلام عليكم، معكم شاب سليمان، رحنا في الحصة تحديت قياس فقرة جبد واش دمد والموضوع تاع اليوم النية ورحنا جبنا لكم شونسون إن شاء الله تعجبكم. وشيت بدل بين البارح وبين اليوم وشيت هدم وراح زمان وبقى والهموم وشيت بدل يا بين البارح وبين اليوم وشيت هدم وراح زمان وبقى والهموم يا الخير راح وشر واللي بليا في من تآمن ودير النية خير راح وشر واللي بليا في من تآمن ودير النية لدير حبيبي زيدك يا ما بقى والو في الدنيا وشيت بدل وبين البارح وبين اليوم وشيت هدم يا راح زمان وبقى والهموم وشيت بدل بين البارح وبين اليوم وشيت هدم يا راح زمان وبقى والهموم اللي خلاوه يا ناس بكري يجي النهار عليه تبكي اه يا دنيا ماكي وليتي خليوه يا ناس بكري يجي نهار عليه تبكي اه يا دنيا ماكي وليتي هاي بزاف تبدلتي النية
النيه كما نقولوا انسان يكون فاعل خير ولا اي حاجه كما نقولوا يدير هذيك الحاجه بلا 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 ما يخمم بلا ما يحسب بلا ما يدير حسابات، المهم يكون النيه صافيه نتاعها كما قال لك انما الاعمال بالنيات. النيه كاين انسان مخلص اللي عنده نيه مدين ويكون عنده ثقه ويعرف الوسائل نتاع النيه كيفاش والحيلي باينش الحيلي ما يطولش كما نقولوا حنا في الدارجه نتاعنا ما يقعدش سنوات وينفضح الحيلي وهي ينفضح عنده 20 عام 15 عام يتمشى بالحيلة يتمشى نهار يفيق له ربي يفضحه بيفضحه ومول النيه يمشي على النيه نتاعه ما تكملش النيه نتاعه الا حتى اليوم الاخيره مول النيه يربح كيما تكونش النيه الخير يروح كيما قلت انت يا دروك تقدر يكون واحد يدير ستوب انت فايت بالطوموبيل تاعك ما تقدرش دير فيه النيه باسكو الوقت ما راش يرحم تخاف تبدلت ما قعدتش كيما بكري بارك الله فيك. النيه كانت هي الاساس وهي المبدا وهي هي اللي زعما لما المجتمع. قول لي عندك سياره؟ عندي سياره. كي تكون في السياره لو كان يريدك واحد في الطريق وما تعرفش تركبه؟ ما ركبهش. علاش؟ ما كبقاش النيه. علاش ما بقاتش النيه؟ فعلاش الركبه يدير لي مشاكل. صاتي بو يجريسيني صاتي بو يضربني صاتي بو يوصلني مشاكل يكون رافد حاجه ولحق البراشي نجمي يحصلوا فيها انا يقول لك انت علاش ما تعرفش علاش مرفع علاش رفته. يلا احنا مادام طرحنا لك هذا السؤال موضوعنا اليوم على النيه نقول لك النيه 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 اللي يكون نيه النيه كش النيه انسان يكون مسار اخوه وكاين اللي يتمشى معاه بالحيله بالحيله النيه والحيله ما يتفاهموش مول النيه يمشي بعيد مول الحيلة ما يمشيش بعيد. مشاهدينا الكرام لما تكون النية في قلوبنا راح نكونوا في الطريق الصحيح لأن النية هي انتصار الإنسان على الناس. إذا كان هذا موضوعنا اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. نعطيكم موعد في العدد القادم. دمتم أوفياء للبرنامج والسلام عليكم.